أسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار ودي اسامر, أسامر ليلي, ليلي وياك واقضي ليا ليالي, ليالي العمر, العمر سمار, سمار واكتب قصيدي لاجل عيناك وانقى من الذنات الاخيار حلو الشعر آه في شف, في شف شف طروار لن عزيز من هل متميزا عن ذا عجيب ولا بعد آه صار كل صاير دوم, دوم, دوم تعناك, تعناك كلك غلاظه وشوفك اسرار, أسرار انت الذي كلن نارك شوفك حياه وبعدك اختار مقدر على بعدك وفرقاك لا لا فارقك. حاول تشعل النار عارف وتدري تعنا. وين سكنك انت, أنت عمود القلب والدار شوف اسرار انت الذي كل انت مناك شوفك حياه وبعدك اخطار مشاهدين الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب ونحن نلتقي من جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي سمار ومن خلال تلفزيون الشارقة الذي يجمعنا الأمل لنلتقي بشعراء من الإمارات والخليج والوطن العربي نرحب بهم أجمل ترحيب ونحن نستضيف المبدعين في هذا البرنامج لعله عسى نرضي طموح المشاهد والمتابع وكل محبي الشعر النبطي مشكور يلي كسرت بخاطري مشكور بكره من الوقت قلبك ياخذ العبره الايام بيني وبينك والزمان يدور كسرت لك شيء ما تقوى على جبره تخطي وانا اقول من زود الغلا معذور والقلب يصبر ولكن مل من صبره صح الله لسان من قال الصدور قبور واللي يقول الغلا والحب من نظره غالي وجرحك وقلبي ما عليه قصور احاول اخفيه لكن بان من كبرة أثر القلوب الوفية حقها مهدور تقضي العمر بين الشوق والعبرة بكرة يبين من الطيب من المغرور لحب قلبك سواي وذاق من جبرة باسمكم جميعا نرحب بالشاعر سيف الحارثي ضيف هذه الحلقه وشاعر له اسلوبه الخاص في كتابه القصيده له المتميزه خلونا نسلم عليهم مسيب الخير السلام عليك يا شاعرنا الله الله وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال؟ الله, عساك الله يطول عمرك سعدنا بشوفك طال عمرك احنا اسعد بالتواجد في قلب الثقافه الشارقه الله يبارك فيك يا الغالي قلب النابضه للثقافه وهذا شرف لنا نكون متواجدين على مراى ومسمع من جمهور الله يبارك فيك ونحن في غايه السعاده أن نستضيف واحد من الشعراء المميزين المبدعين اللي يجتهد على قصيدته ويتعب على قصيدته الله يطول بعمرك سيف أكيد الشارجة يعني لها مكانة سامية دائما في نفس شاعرنا سيف الحارثي أكيد ولها تميز خاص ولها حب خاص أكيد أن القريحة فاضت في يوم من الأيام أنك تكتب في شارقة الحب شارقة الوفاء شارقة السلطان شارقة الخير شارقة العطاء شارقة الثقافة لا شك أن الشارقة يعني من أولوياتنا أن نكتب عن الشارقة طبعا أنا آه، بعطيكم بيتين يعني عن الشارقة قالوا تحب الشارقة قلت طبعا والقلب متولع بدار الثقافة الله أكبر. دار غلاها في وريد يتمكن تلقاه حسن الكرم والضيافة واحد. وهذا اللي نحن نشوفه يعني في الشارقة كل ما ندخلها الله أكبر بعمرك سيف يعني أنت حبيت الشعر وتعلقت بالشعر من بداية طفولتك في يعني ظل هذه النشأة الجميلة حدثنا عن هذه النشأة الحلوة الجميلة طول عمرك كانت بدايات الشعر طبعاً كنت في سنة 13 سنة فكانت والدتي الله يطول عمرها تحية هي من خلال هذا البرنامج داعمة كبيرة لي فكانت أول من علمني كيف اوزن كنت صغير جدا وكان يندهلون ان عندي قصايد موزونه نعم. كانت امي تساعدني كانت تغني معي القصيده نعم. وتبغي تضبطها غنيها صحيح فبكل بساطه كانت تغني معي تقول لها هذا زياده وهذا ناقص لين ما انا تعلمت الوزن نعم وقامت ترشدني وكانت اي كلام اكتبه تقول جميل جدا تشجعني في هذا يعني من منطلق التربيه ان ابنك لو كان مخطي وانت تعرف انه مخطي لكن تقول له جميل صحيح وتوجه بطريقه اخرى وباسلوب اخر نعم فهنا هنا اكتشفت الابداع اللي عندي وصرت اكتب وصلت عمر 15 سنه وانا ما شاء الله اكتب قصيده متكامله ما شاء الله عليك الوالد كان له دور كبير في هذا الجانب سيف الوالد الله يرحمه يعني شاعر يكتب ولكن بشكل يعني محدود أوه. تعرف دائما الوالد دائما يكون مشغول بشؤون نعم. الاسره وهذا ما يلتفت الامور هذه كان والدي ما يكتب الا اذا احتاج انه يكتب الله. في ظرف معين او في حل قضيه او في نعم. اصلاح ذات البين نعم. او في شيء في نفسه لامس نفسه بقوه كان يكتب المدرسه كان لها دور كبير في صقل موهبتك وتطورك ويعني تحقيق شيء من هذا الطموح او جزء من هذا الطموح. لا شك كان اذا تتذكر كنا نتذكر طابور الصباح كان في اذاعه الصباح اذاعه الصباح هذه خدمت الكثير من اللي تشوفهم الحين مبدعين موهوبين ما شاء الله كانت الفقره هذه كنا ننتظرها الصباح انا اكتب قصيد وهذا فيطلعوني شو كتبت زين واعطيهم في طابور الصباح كتاباتي فكانوا يصفقون لي الطلاب والمدرسين والمعلمين كانوا يحترموني لهذا الموهبه جميل. ومن هناك بعد هذا تشجيع اخر من من المدرسه فعلا نعم فعلا ذكرت إن انت موقف لما كنت في جامعه الامارات سنه اولى طبعا عشت مع دكتور عملاق صراحه الله يغفر له <applause> دكتور حسن احمد همام عرابي الله يرحمه استاذ دكتور في علم الاجتماع وانا تدري ابغى ادخل ادخل الى كليه ثانيه لكن كنت ماخذ مواد عنده حره ابغى ادرس شرع وقانون وهو مصر اني انا لازم استقر في كليه الاداب واستقر معه من حب يعني علاقه وطيده جمعتنا يعني الله يغفر له ويرحمه ف مره من ال يعني خلال المحاضرات قال لي شوف اي طالب عندي انا ما يطلع خارج المدرج امام الطلبه الموجودين يعني ما اعتبره طالب مبدع مميز ابى الشجاعه ابى الثقه في النفس ابى هذا الانسان يطلع يتحدث يتكلم أه وكيف انت شاعر ربما في يوم من الايام تواجه الجمهور صحيح كيف تتغلب على هذا؟ فاعطاني نوع من البريق، نوع من الأمن نوع من الدافع، ذكرتني انت في طابور الصباح لما كلمتني عن الان كيف كان له دور كبير في مسيرتك الادبيه وتشجيعك نحو الابداع الافضل. فعلا فعلا التشجيع دائما خاصه في المراحل الاولى يعني نعم للابداع تكون سلم يعني قوي صحيح انه تعطيك دافع انك تستمر مش شرط انك تنتشر لكن تستمر في هذا الابداع يعني طبعا يعني ما في احد يجيك يعني يكسر لك هذا المجداف نعم. وانت توك بديت فالتشجيع دائما ونحن دائما صدورنا مفتوحه وقلوبنا مفتوحه ونرحب اي حد من المبدعين المبتدئين يستشيرنا والله انا اوصل لين عنده ومشاوي. واقول له تعال او يجيني واقعد معاه واراويه وأقول له كيف تضبط القصيد كيف هذا لا بد ان نتساعد صحيح مش ان اليوم انا شاعر يكون عندي انانيه وهذا يعني ما ابغي لا انا اتمنى اني القى واحد احسن مني طيب. اعلمه ويصير احسن مني صحيح هذا صحيح فعلا. سيف شو من اغراض الشعر اللي انت تحس عمرك كتبت في شتى مجالات اغراض الشعر ترى والي؟ والله الدريبة. انا احب اقرب شيء الى الشعر الوطني. ما شاء الله عليك. احب القصيده الوطنيه اكثر من من اي شيء ثاني. شو السر سيف؟ والله عشقي للوطن. ما شاء الله عليك. عشق الوطن هذا اللي يجعلك انت يعني تلتهي عن كل الامور الاخرى الاغراض لكن نكتب قصائد غزلي لكن احس اني القى نفسي واجد نفسي في القصائد الوطنيه. في الوطنيه. نعم. أه سيف الالقاء له دوره دائما في توصيل القصيده او المفرده الى المتلقي. صحيح لا شك ان الالقاء يعني يعتبر 70% من الـ من توصيل الجمل للمتلقي. نعم ممكن تكون القصيده جميله والشاعر نفسه ما يعطيها حقها وما يسمعها المستمع ما يتقبلها منه. صحيح وممكن تكون القصيده هزله ولكن عندها اسلوب يوصل لك هذا الشعور البسيط او الكلام البسيط حتى لو ما فيه معاني يعني مفعمه. صحيح. فهي يعني الشعر سبحان الله موهبه والالقاب عد موهبه. موهبه. سيف سمعنا وسمعت انت وسمع الكثير العديد من القصايد تغنت طبعا لو جيت الى محتواها ومستوى يعني تحس قصيده في مستوى عادي او اقل من العادي ولكن لما أضيفت لها الألحان والإطار الموسيقي المكتمل أصبحت هذه القصيدة لها يعني وقع خاص ولها جرس خاص تلقاها متواجدة وتقريبا يمكن يردتها كثير من المستمعين ولا من المتابعين شو تقول في رأيك في نظرك والله انا برايي طبعا اليوم نحن في حدود الثقافه المنفتحه على العالم نعم صرنا نتقبل كل شيء ولكن انت كمستمع نعم شو تحب تسمع انت؟ انت شحيح. على حسب ثقافتك انت مستمع، في اشياء انت تحس انها لا ترقى الى مستوى اذنك وسماعك وثقافتك نعم وفي اشياء انت يعني خلاص بعض الناس كل شيء مفتوح عنده شحيح. يستانس على لحن معين او يستطرب لكن الكلام هذا يعني لا يرغى الى مستوى ذائقه المبدعين مبدعين صحيح سيف شو الفرق بين الشاعر المثقف والشاعر اللي يعني على ما تقول شوي بعيد عن جانب الثقافه في وجهه نظرك والله يا طويل الامر ومن المفترض ان شو شو اللي يتبع الشاعر الشاعر اليوم لما ينفتح على العالم طبعا يعني كل شيء متاح الحين قبل كان ثقافة تنتقل من من مجلس الى اخر عن طريق الشعر صحيح وكانت الشعر عباره عن رسول صحيح اسمع قصيده منك احفظها انقلها للمجلس الثاني وكان فيها علوم وفيها اخبار وفيها نعم. اشياء يعني تفيد المجتمع اكثر من حتى لو كانت غزليه فيها اليوم نعم. نعم. فاليوم الشاعر ثقافته يعني مرتبطه بالمحيط اللي صحيح. هو يعيش فيه نعم ممكن يكون شاعر حداثي ممكن يكون شاعر حضري فال الثقافة المحيطة به اللي تأثر على نوعية الثقافة اللي تلقاها صحيح صحيح نعرف سيف أنك أنت من رواد المجالس من يوم يعني بداية طفولتك وخبرني دور المجالس في مسيرتك هذه دور المجالس مهم جدا كان ذكرياتنا ان اتوقع لي اليوم انت من رواد المجال انا والله احب اجلس مع الناس الكبار وادور لهم وابحث عنهم واتمنى اني القى دائما الناس الكبار قدامي واقعد نعم. واستانس بالسوالف معهم لانه يعطيك خلاصه عمر صحيح. كامل نعم. في ساعه او في نص ساعه نعم. يعطيك معلومات وعلم وثقافه انت ممكن ما تلقاها في الجامعة صحيح آه طبعا المجاز كان عندنا اعمامي الله يرحمهم كلهم توفوا والله الله يغفر الله لهم رحمه. كانوا شعراء ورواه ما شاء الله عليهم وكانت الروايه موجوده بالاضافه الى الشعر الله كانوا يجيبون الروايه كانوا يسردون الروايات الواقعيه اللي من الواقع اللي عاشوه بالاضافه مرتبطه هذه الروايات بالشعر كان الشاعر اذا سافر عرفت كيف يعني يسرد هذا القصة بالإضافة إلى الرواية يدعمها بالشعر فكانوا الناس يحضرون إليهم من كل مكان وكنا نقعد ونستمع صحيح فهذا يضيف طبعا يعني لك ثقافة إضافة إلى دراساتك واطلاعك على الثقافة المحيطة نعم سيف ندري أنك أنت من متابعين مجالس الشعر في فترة من الفترات اللي مرت والعديد من هذه المجالس كانت تشتهر بها دولة الإمارات مجالس الشعر سواء شعراء القبائل من خلال تلفزيون أبو وأيضا من خلال تلفزيون دبي مجالس الشعر وأيضا المجالس الإذاعية اللي كانت تداع عبر إذاعة أبو ظبي ودبي والإذاعات الأخرى خبرني عن هذه الذكريات الجميلة ماذا تحمل وماذا أفادت شعرنا سيف الحارثي كنا بشكل عام كشعراء او غير شعراء كنا نعم. ننتظر هذه الحلقه يعني فارق <applause> الصور ما كان في برامج غير الشعر وكنا ايام التلفزيون يعني بل... بل... أيام بل... بل... أيام <applause> وكنا حتى البر... ال... البرامج الثقافيه والقريه الثقافيه كان فيها يعني مهرجان ثقافي وكان اكثر شيء انا بالشعر نعم. والله يرحمها ويسكنها الجنه والدنا المغفور له الشيخ زايد كان بنفسه يحضر نعم. ويشارك كان في هذه المسابقات و وكان يتواجد بشكل مستمر صحيح يدعمها وكنا نحب المهرجانات ونحب البرامج الشعريه وبشغف ننتظر الحلقه هذه يعني لما توصل يعني يوصل مثلا يوم, يوم عيد كانه يوم عيد وكنا الله نجتمع الله. والله, <applause> والله تلفزيون تعرفون الصغير القديم هذاك وتحطوا تمي قاعدين ننتظر ساعه ساعتين لين ما تطلع الحلقه يوم ما تطلع القناه قال لي إيه؟ اطلع برا عبد عليك صلح الشبكه فوق عد عد, عد الاريل اي لا عد الاريل حرك, و... حرك الاريل <applause> قبل بثلاث ساعات <applause> ونقعد نحضر <تصفيق> نعم بس صدق يعني جو عائلي, عائلي نعم متماسك، علاقات شيء جميل يا اخي رغم التعب اللي فيه لكنه لذيذ وممتع صور زمن جميل كان نعم الحمد لله نحن محظوظين عشنا في الفترتين يعني نحن نسميه <applause> العصر <applause> الذهبي <applause> لله رب العالمين <applause> العصر الذهبي انا مسميه <applause> مسمي <لكن> <applause> نعم الله يطول بعمرك ويبارك فيك شو فادتكم هذه البرامج؟ سواء كانت اذاعيه او تلفزيونيه كانت تعتبر نقله نوعيه يعني في حياتنا نحن نشوف الشعر ونشوف الشعراء ونشوف اشياء ما كانوا اللي من قبلنا يعني يتمتعون نعم. بها، ما كان توصل لهم يعني مثل كانوا يتعبون يروحون مثل ما تفضلنا في السابق يروحون من مجلس الى مجلس على اساس يسمعون قصيده، ولما يشوفون الشاعر يقعدون في احسن مكان عشان يسمعون منه الشاعر صحيح فعلا فمكان بس هاي نقله نوعيه توفرت لك في البيت نعم كنا نقعد ونطالعها، نعم. وكانت العالم كلها مش فلان كان كل الناس كل الناس ينتظرون هذه الحلقات الشعريه وبشغف وبحب السلام كانت المتابعه ولما تصير امسيه انت يمكن شفت بنفسك وكل الناس كان الحضور مذهل من مناطق بعيده جدا يحضرون عشان يشوفوا الامسيه اليوم الامسيه اذا استوت يعني ما تلقى الحضور شو يعني السبب سيف ل... قل لي سلام. انا القى على العكس في الدول الثانيه الخليجيه السعوديه سلطنه عمان الدول الثانيه القى تواجد زحف جماهيري يعني عجيب سيف، شو السر يا اخي؟ والله السر مثلا يعني الاحجام عن حضور المهرجانات والامسيات السبب وفرة السوشيال ميديا عندنا بشكل الله. كبير اكثر من الدول الاخرى يعني اليوم النقل عندنا يعني الحمد لله يعني يعني متوفر بشكل كبير فبعض الناس ما يعرف لذة الحضور إلى المسرح ما جرب صحيح فهذا الشعوب اللي نتكلم عنها أو هذا الشرائع من المجتمع جربوا لذة الحضور صحيح في مهرجانات وهذا وكيف المتعة لما تتفاعل أنت واقعي شيء واقع أمامك يعني صحيح تكون جزء من الحدث صحيح احسن ما تكون انت خارج الحدث صحيح لما تكون جزء من الحدث انت شعورك اخر انت ذكرتني بزحف الجماهيري ايام المباريات يعني صحيح. فعلا لعاشق الجانب الرياضي وهذا مثلا تلقى الجماهير مغطية المدرج وطالعه عن المدرجات كنا نبكي اذا ما قدرنا ندخل داخل الله اكبر والله العظيم كنا نبكي ما ما, لقيت كرسي تروح زعلان مكسور خاطرك سبحان الله تقول كيف انا ما دخلت اذا كيف ندعو شعرانا وادبائنا للتفاعل حول هذا الموضوع ونباهم دائما متواجدين في هذه الامسيات، في هذه الندوات، في هذه الاصبوحات، في هذه المهرجانات الجميله لتخدم تخدم الساحه الشعريه عموما. والله نحن يعني نقول ان الشعراء اصلا هم اللي لازم يدعون الشرائح الاخرى، الشاعر لازم يكون عنده هذا التوجه بدون ما نحن نقول يا شاعر او انت صحيح. كشاعر مثقف انت قاعد انت ترسم تاريخ، نعم. انت ترسم خريطه، فاليوم انت لازم تكون جزء من من الدعوه هذه، ما تكون انت المدعو. صحيح. تكون أنت الداعي صحيح أنا من خلال هذا البرنامج نتمنى أن الشعراء كلهم يشجعون من حولهم على هذا التوجه التوجه إلى تشجيع الشعر والشعراء والناشئين والحضور صحيح. في المهرجانات الشعرية والاهتمام بالشعراء المحيطين صحيح. الشعر إذا وصل أحسن ما تصب له قهوة ولا تذبح له ولا تقول له شو جديدك الشعر صحيح كلمة الكلمة أكرم شيء يفرح كأنك أنت أهديته الدنيا نعم. أنك احترمت وقدرت أن هذا شعر اليوم بعض الناس يتعمد اذا شاف شاعر يقول لك شاعر إيه عدم اهتمام إيه إيه نعم او لا مبالاه إيه مثل ما نعم تفضلت يعني وهذا شيء يعني غير محبب صراحه يعني والشعراء الشاعر طبعا يعني يفرح لما انت تساله عن جديد صحيح هذا شيء يبهجه وطبعا يضيف على المجلس نكهه خاصه لما يبدا الشاعر يتكلم يبدون الجميع صحيح ينصتون صحيح آه اليوم مرات نحضر مجالس ونشوف امسيه وهذا يتكلمون واللي ماسك تلفونه. إيه لا لاهي لا, هي لا هي صحيح. هو حاضر معك بس جثة بس. عقله فكرة ما دي وجود. لكن احضر يعني حاول إنك تهتم حاول إذا لقيت شاعر من الفضيلة ومن الدين والأخلاق إنك تحترمه. صحيح. وأي موهوب مس فقط الشاعر نعم. إنك تحترمه. تشجع. تحترم هالشيء تشجعه لاعب نعم كرة قدم أي إنسان مبدع لازم تعطيه. يعني تعطيه حقه. تعطيه حقه عشان يبدأ أكثر. صحيح وهذا المطلوب. سيف نعرف انك تقرا الكثير قريت الكثير من الدواوين واكيد تصفحها وتشوفها وتتابعها لكن يبقى ديوان المتنبي له له رونق خاص في حياه سيف الحارثي وفي يعني مسيرته الشعريه والادبيه لا شك المتنبي انا من عشاق شعر المتنبي شاعر فارس شجاع نعم. يوظف الطبيعه دائما في قصائده، انا, أنا لي محاولات بالفصحة يعني لمحاولات نعم. بالفصحى ما قلنا لان الشعر الفصيح يعني بحر يبغي لك نعم. انت دراسات نعم. عميقه عشان نعم انك انت تكتب لكن لنا محاولات صحيح نتاثر نحن لكنك انت تستفيد من قراءه الدواوين التي بالعربي الفصحى نعم لكتابه القصيده باللهجه البيضاء صحيح اللي توصل جميع شرايح الوطن العربي ويفهمونها زين ويفهمونها يوم لما انا بكتب باللهجه العاميه صحيح. ما بيفهمني الا اللي يفهم هذا المصطلح اللي قلته لكن لما اكتب باللهجه البيضاء زين هذا يعني يجعلك انت منتشر بشكل يعني قصدها تكون للعام يعني صحيح سواء المحلي او غير المحلي صحيح هذا هذا الجميل وهذا المطلوب آه عيشنا في آه شيء من اختياراتك الطيبه وهداك الله يعني محاوله باللغه الفصحى نعم آه وطبعا هاي آه كانت يوم الشهيد الله يستاهل الشهيد يرحم منك شهداء الوطن ويعوض الله اسرهم بالخير اللهم امين آه كان اصحابي قالوا لازم تكتب قصيده في هذا الموضوع في هذا الحدث قلت نعم. انا هذا تعبين شهيد يعني لابد انه يكون باللغه العربيه الفصحى صحيح ما يكون بالعامي فقط كانت محاوله صعبه بالنسبه لي لكن الحمد لله اجتزت يعني نعم. استشارة بعض الدكاتره في اللغه العربيه الحمد صحيح. لله يعني في اشياء بسيطه جزاهم الله خير ما قصروا معي جزاهم الله خير وشاعر كريم معتوق جزاه الله خير بعد وجه له تحيه من خلال هذا المنبر ما قصر كتبت النص الحمد لله وتغنت وضيعت في الاذاعه وفي التلفزيون ابو ظبي وانا فخور بهذا الشيء يعني الله الحمد بالشيء. لله بالاضافه الى عملين أخ... اخرين يعني قبل وطنيات نعم. يا شباب الدار ويا طهر الارض كانت يعني من انتاجي الخاص وعلى يعني نفقتي الخاصه نولي غناها نعم. للوطن. آه هذه غناها بلادي بلادي لنا فاسلمي ويا شباب الدار غناها الفنان محمد محسن. جميل. وهذا بلادي بلادي لنا فاسلمي من الحان معضد الكعبي. نعم. والقصيده الاخرى من الحان محمود حسن الحاج. جميل. اما بالنسبه يا طهر الارض غنوها شباب فرقه الدار. حلو. ومن الحانهم بعد. جميل. وجزاهم الله خير وما قصروا يعني. جزاهم الله خير، شو يقول سيف؟ يقول بلادي بلادي لنا فاسلمي. وما دمت حيا فلن تهزمي. أقدم روحي فداء لك لاخر سيل سرى من دمي. سلام أقدم روحي فداء لك لاخر سيل سرى من دمي، فاقسمت بالله لا انحني ولن يسكن القيد في معصمي، فإما حياة الإباء لنا وإما الشهادة من مكرمي. سلام فإما حياة الإباء لنا وإما الشهادة من مكرمي. فمن مات منا شهيد الحمى على الحق يا أم لا تألمي فمن مات منا شهيد الحمى على الحق يا أم لا تألمي نموت ويحيا شهاب كلا يقل عن الشمس والأنجم سنبني عليك بأحلامنا حصونا كراما فلن تهدمي خلقنا سيوفا بوجه العدا وللعرب سيفا على الظالمين سلام بلادي سلام. بلادي لنا الله شيء جميل صراحه الله يطول. حلو ان الواحد سلامك. يبدع في جانب ويبدع في الجانب الثاني الله يعطيك الصحه والعافيه لا بد ان الانسان يحاول اكيد المحاوله مطلوبه يعني متى شاعرنا سيف الحارثي يكتب القصيده والله القصيده ما لها وقت نعم. معين يعني ممكن انت في السياره اكثر قصايد اكتبها وانا في السياره. ما شاء الله عليك. اي والله احب اكتب يعني وانا في السياره تسجل ريكورد شان ما حد يقول اني اشجع على استخدام الهاتف. نعم. كل ريكورد مفتوح فاسجل كل ما يطلع عندي بيت اسجله يعني. صحيح. كل ريكورد مفتوح طبعا. نعم. واكثر قصايد تجيك وانت ماسك درب يعني. خط تكون طويل. تكون خلي يعني يوم ما تكون ما, ما تشغل ما تستخدم الادوات الاخرى. صحيح. تلهيني عن الـ عن استخدام السوشيال ميديا. نعم في في اثناء القياده يعني الحمد لله رب العالمين يعني ذكرتني انت بايام ما كنت في جامعه الامارات وكنت اطلع من يعني على شارع العين دبي الشارجه أه تيني ابيات مثل ما نفس طريقتك بس انا اوقف على طرف الشارع ويلس اكتبها طبعا في مسودتها الاولى هذه أه من مره نعم انا طالع من ابو ظبي فكان ضباب نعم وقفت على اليمين ف نعم أنا الحين ناس حوادث سبحان الله صارت حوادث يعني م. أنا لما أشوف الضباب دائماً يعني طريق. ارتاح خلاص حياتي أهم من وصولي إلى المكان المقصود يعني نعم. كنت أنا رايح لبيتي فطول الضباب وصار حادث كبير يعني سبحان الله أنا ارتحت يم مكاني يعني وكتبت لي قصيدة جميلة يعني أنا ما شاء الله حبيتها يقول فيها هاي قصيدة الضباب نسميها قصيدة الضباب لكن <applause> يقول يا زين خف الدلع وامشي على هونك هونك ارفق بناس إن يحبونك ويغلونك. الله اكبر. الحرب ما هو من تصريف واشنطن. صح. الشرق الاوسط تهزه نظرة عيونك. اطالعك من سنة وانت تطالعني. صحيح. الشمس خدك ولون البدر من لونك. لونك. ارسم ملامحك للعالم واغنيها واقول له من زهمته قال يا عونك اكذب عليهم. ما في الا تشمت بي ولا انت قاسي وانا ما زلت مجنونك الله الله اكبر هذه قصيده الضباب الله اكبر احب هذه القصيده وحافظنا ما شاء الله عليك لان فعلا هذه لا موقف خاص عندك لا موقف نعم الضباب قلت انا الحين ايش بسوي اسوي لا موقف صحيح انت تقول ان القصايد اللي تكتب على البحر الطويل تحس انها هي تجذب الجمهور اكثر عكس البحر القصير شو ما ادري راي سيف في هذا الجانب هنا الناس تكتشف في البحر الطويل نعم. قدره الشاعر لان القصايد على البحر الطويل نعم مش كل الشعراء يقدرون يجدونها يعني يصير فيه خلل في الوزن اكيد فهنا الناس متذوقين صاروا ما شاء الله كان يعني البرامج الشعريه مثل شاعر المليون برنامج قوي واوصل ثقافه كبيره للناس وصاروا الناس يميزون بين القصيد القوي والقصيد ويقدر يقيم من خلال الناس يحضر يعني نعم. هذا نعمه الحضور لما انت تحضر البرامج وتستمع لها نعم. يصير عندك ثقافه مثل اللي الحين يحدث في مسرح شاعر المليون نعم. يخلق ثقافه يعني الشرائح ما لها يعني ما لها ارتباط بالشعر لكن يصير الشخص عنده تذوق البحر الطويل تكتشف من خلاله مهاره الشاعر وقدرته على الحبك والسبك وقدرته على كتابه القصيده وهنا هو بعد يعني يبين اذا كان في خلل لان البحر الطويل انا اعتبره هو محك الاختبار. سلام نعم، سيف انت من اللي يعني مرتادي الحضور لبرنامج مسابقه المليون دائما تحضر لهم؟ والله اتشرف دائما بالحضور للبرامج هذا وشرف كبير يعني الواحد يحضر برنامج شاعر المليون يعني نحرص على هذا الشيء يعني جميل نستفيد حتى لو م. ما شاركنا لكن نستفيد صحيح معنا. فعلا انت من المؤيدين دائما في كتابه القصيده أن تكون باللهجه البيضاء ولا عندك وجهه نظر او راي اخر؟ لابد ان يكون الشاعر عنده من موروث آه، ولا بد انه يكتب بالبيضه، ما يكون مثلا ماسك طرف ويترك الطرف الاخر. صحيح آه، قد تذهب الى مجلس ما فيه آه من شرائح مجتمعك، قد نعم. تسافر من بلدك الى بلد اخر. نعم فلا بد ان تفهم ولا بد أن تنقل ثقافتك هذه معك فيكون عندك انت نعم. هذا المحتوى. صحيح آه، يسافر معك. نعم آه، رفيقك، ما تروح مثلا بلد اخر وتقول لهم قصيده باللهجه او بمصطلحات ممكن ما يفهمونها. ما ما يستطعمون الشعر ولا تكون انت في نظرهم شاعر صحيح يعني لابد انت عندك الاتجاهين صحيح يكون عندك انت الاتجاهين الموروث طبعا نحن يعني متمسكين فيه وفي المصطلحات ولكن حتى الجيل الجديد الحين ما مش كلهم يفهمون حتى الكلام اللي قاعد صحيح ينقال يعني هو صراحه تعود على لهجه بيضاء وعلى آه طريقه اخرى في التعامل مع اصحابه ومع المدرسه ومع هذا فخلاص يعني صار عنده لابد يسالك عن المعنى هذا صحيح، زين اذا بغيت النشء والجيل القادم والاجيال القادمه سيف تكون على درايه كامله بمفردات المحلية ولهجتها المحلية كيف نقدر نخليهم نحبب لهم هذه اللهجة نخليهم دائما على اتصال وثيق بهذه اللهجة ومفرداتها الجميلة والله الفكرة الأولى اللي تطري في بالي أن نحن يعني نحاول في الفعاليات والمهرجانات وهذا تسميات التسميات هذه مهمه انك تركز على التسميات هذه المصطلحات الصعبه اللي ممكن نفقدها في المستقبل. صحيح. مثلا الجناح الفلاني ما تسميه جناح تسميه بجناح بمصطلح من الموروث نعم. يعني. ومش من المصطلحات العاديه من المصطلحات الصعبه اللي لابد انك توضع توضيح اساس انه شو تنقل هذه الثقافه وتكون يعني. مستمره. آه في قصيده لك خذني على الجرح. أي قصة, قصه لها جميله يا هذه تحكي عن نفسها <تحكي> شو موضوع هالقصيده سيدي؟ والله قصيده هي عرفتك على الجمهور كتبتها طبعا لها دور؟ يعني طبعا لها دور ان اكثر ما يطلبوني الناس هذا القصيده لأنها فيها تشبيه يعني فيها تشبيه حركي وفيها عمق وقريبه لما تسمعها تستانس بها يعني تحس انك انت صاحب الحدث الكصيدر. هذا وصاحب نعم. نعم. واكيد ما في حد ما مر يعني بالظرف الاشتياق والحنين يعني نعم هاي قصيده يعني فعلا على على غاليه عندي وعرفتني على جمهور, جمهور كثير واكثر ما يشوفوني الشباب يقولوا لي خذني على الجرح الله نسمع لكن أنتوا طلعتوا لي بدك وما بدك الحين <applause> صارت الحين بدك <applause> نسمع نسمع من قصيد يقول آه خذني على الجرح لين من طاحت الدمعه الله بعطيه عيني بدل عينك يبكيها عمري اذا بكتك الايام وش نفعه؟ صح روحي روحك خلقها الله تفديها الله. لغبت غبت اشواقي على الرجعه سلام. مثل العساكر في عودتها لهاليها مثل العساكر فعودتها عودتها لهاليها يا قلب الاحساس يا مجراه يا نبعه مم. ما تشكي الضيق روحي وانت غاليها هاليها. من قال عبال قلبي غيروا طبعه والروح ملكك ولا غيرك سكن فيها اضوي شموع الامل شمعه ورا شمعه ولحن حنبياته أضوي شموع الأمل شمعة ورا, شمعة, ولحن بيات شعري لك وغنيها شف جرح الأشواق له في مقلتي لمعة سلام أسرق هموم الزمن منك وخبيها صحيح. وإن جات عينك حبيبي تذرف الدمعة قبلك عيوني تسابقها وتبكيها وخذني على الجرح الله الله اكبر فعلا قصيده جميله ولذيذه الله ولها نكهه خاصه وطعم خاص أه نحس انك انت طبعا لك تجارب مميزه في كتابه الشعر الفصيح وعديت لي قصيده وربما كانت التجربه الاهم هي قصيده شهيد الحما اللي اللي عادل عادل يعني, يعني, يعني تحس هذا الامر شو إعطاك سيف شو ضاف لك والله ضاف لي شعور كبير نعم. من الفخر نعم اني انا قدرت اكتب قصيده باللغه الام نعم. ثانيا قدمت شيء للوطن والشهداء الوطن الغالين على قلوبنا اللي ضحوا بارواحهم يعني نعم منا كل الشكر والثناء اكيد نعم هذا اضاف لي والله شيء كبير من افتخر بين نفسي واردد و... 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 بيني وبين نفسي والله جميل نعم. جميل تجربتك في ملحق شعر وفن والذكريات الجميله كانت من اجمل الاوقات اللي كان في فيها هنا الحبيب شاعر سالم سيف الخالدي سالم سيف الخالدي وجلة عيب وغانم ويستاهل كل خير ومجتهد ويشكر على جهوده الطيبه الشباب اللي كانوا كان وجميع العاملين اللي, 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 اللي فيها المنصوري والشباب كلهم يعني مصورين والمعدين وكل اللي كانوا يقومون بذكريات هذا, كان هذا العمل الادبي في في في, في مخيله سيف الحارث كان هذا العمل يعني من من اجمل الاعمال او من اجمل اللحظات اللي كنا نستقبل قصائد فيها نعم ونراجعها ونقراها ولما تنزل شو كانت فرحه الناس وكانت فرحه الشاعر لما تنزل قصيدته كان ينتظر يوم الاربعاء على احر من الجمر <applause> ويعني كانوا الناس بشكل عام كانت جريده الاربعاء هذه مميزه جدا لدى الجميع يوم مميز <applause> يوم مميز تنزل القصيده من شعراء من شاعرات فكانت بوابه تدري الى تدري الى اكتشاف ابداع الله ونش وجيل مثقف يعني بالثقافه الشعريه هذا في اي سنه تقريبا سيف أه تقريبا في 99 اظني او نعم 2000 ما اتذكر بالضبط وقلت في 93 أنا, نعم انا كنت في مجله الهدف الاماراتيه وكنت احقق في اربع تقريبا ابواب منها منبر الشعر الشعبي ومنها مركاز الهجن ومنها طبعا لقابنا موعد مخللنا يعني ابواب تراثيه خاصه لخدمه الموروث الشعبي والتراثي، الاعلام التقليدي غالي عندكم له مكانه ساميه في نفس شاعرنا السيف الحارثي، اذاعه، تلفزيون، صحف، جرايد، مجلات، ما زلت تحبه اليوم هذا الاعلام التقليدي يحرص على تقديم الماده ماده مفضله وماده مفلتره صحيح زين نقيه, نقية من جميع الشوائب جميع شرائح المجتمع نعم. للطفل للكبير للمراه للرجل الكل نعم. تقدر تستمع لها وانت مرتاح او تقدر تبثها او تشيرها لاي شخص وانت يعني متاكد تماما انها ماده نظيفه هذه القنوات تحرص على تقديم هذا المحتوى صحيح المفلتر للمتلقي والمستمع والمشاهد انت دائما متفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحبها بشغف. مواقع التواصل الاجتماعي مهمه طبعا ان كوجودك في الساحه نعم. معينه كساحه شعريه، ثقافيه، اي نشاط رياضي تجعلك على اطلاع يعني دائما مستمر. نعم. لكن انت يجب عليك من تتابع؟ صحيح. تستمع الى من؟ صحيح. عشان انت ما تخسر هذا الوقت في السوشيال ميديا او انك متابعه الشيء يعني ما يخدمك او ما يضيف لك شيء. صحيح. يعني كتهريج او ك الاشياء اللي نحن نشوفها سلبيه جدا في المجتمع نتمنى فعلا. في يوم من الايام انها تنتهي وتنقرض. هذا اللي نتمناه. تواجدك متميز دائما ومميز في الانستغرام ليش؟ الانستغرام طبعا منصه قديمه. نعم. وبداياتي في الدخول الى عالم السوشيال ميديا من خلال هذا البوابه نعم وطبعا برنامج يحفظ لك ستوري يعني عندك انت صحيح. يحفظ لك اللي هو المواد اللي تحطها ما تضيع منك أنت تعمل القصيده ونعمل عليها تصميم بسيط او حتى بصوت او صوره خلفيه وتحطها نعم. في هذا الصندوق صحيح زين وتلقاها اي وقت تحصلها نعم. تلقاها صحيح صحيح عندك ويتحت... موجوده نعم عندك موجوده نعم. سيف ليش انت مقل في الامسيات والندوات والأصبحات والله تقصير مني طبعا طبيعه عملي صعبه. نعم جدا يعني. ولا انت من اللي يرغبون في الشيء يعني ولا انا ارغب واتشرف ولكن اذا دعيت اجيب. متى ما وجهت لك الدعوه تلبي تلبي هذه الدعوات دائما؟ فورا فورا البي الدعوه بكل شغف وبكل وبكل سرور طبعا يعني. نعم. آه لكن اليوم مثلا تروح المكان ممكن ما يعرفونك والبشارك يعني يفكرون مثلا صحيح. يمكن يخلق عندهم فكر اخر انك انت تبغى توصل للشهر او تبغى تشتهر على حساب هذا المهرجان وهذا لا يمنع اصلا انا من خلال هذا الممر يعني اصحاب المهرجانات والقائمين عليها اذا لقوا الشعر لابد ان يتشبثون فيه ويسحبونه الى المسرح صحيح. ما اقول يدعوني يسحبونه صحيح زين فعلا. تعال اعطنا من من لان فقرة جميلة الشعر فقرة جميلة جدا صحيح تضيف جمال إلى أي مهرجان وإلى أي حفل وإلى نعم ما في أصلا فعالية في 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 الدول العربية يعني أو نعم يعني لها نكهة بدون الشعر أكيد أكيد أو أي مجلس أو أي شيء صحيح فعلا للشعر تواجده دائما صحيح فعلا مثل ما تفضلت خلنا نعيش في قصيدة من قصايدك الجميلة إهداء إلى أحبتنا ومشاهدينا الأكارم بسمار. يقول ليل السهر لا يجرح عيونك السود. سود ليل السهر لا يجرح عيونك السود سود. يا الراقية والبدر مشرق صباحه الليل من ضو القمر يطلب الزود والنوم من عقب السهر فيها راحة نامي عشان الورد يا ريحة العود لا يفقدك يا الراقية في صباحها العمر قاضي والزمن درب ممدود والحب نعمة والمشاعر متاحة العمر قاضي والزمن درب ممدود والحب نعمة والمشاعر متاحة أنا معك في كل الأوقات موجود غيرك بقلبي ما لقالها مساحة أهواك وإحساسي من الزود للزود أعلن معك بالحب قصة نجاحة ونامي عشان الورد يا ريحة العود لا يفقدك يا راقه الله الله, الله. <applause> جميل جميل هالابداع المميز الله يطول عمرك الله يبارك فيك يعطيك الصحة والعافية على النوادر حلوة. الحلوة قلت ان الساحة الشعرية في الثمانينات والتسعينات اقوى ولذ واطعم ولها شكل خاص صحيح صحيح صحيح, صحيح. ليش بنات طرقنا لها الموضوع في العديد من المواقف ال... لها الها... الها... في العديد من المواقف كان لها ما في طبعا كانت هي الخيار الاول سيف. كم يسوى لما كان البرامج هاي سواء كانت اذا تلفزيوني والشيخ زايد الله الله ويرحمه كان يتابعها من الالف الى وشيوخنا الكرام الافاضل اصحاب السموات الله يعطيهم الصحه متابعين ومتذوقين هذا الجانب من زين وفي شوق وفي لهف انهم يسمعون دائماً مجالسهم ما تخلو من الشعراء المبدعين، اللغز اللي كان يطرح الغاز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب في ذاك الزمان الله واكيد انت قريت وتابعت أنا وشاركنا وحاولت شوف شوف يعني شوف شوف الجو هذا سيف كان يعني, 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 يعني يشعل جو من الحماس أه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في الخليج كامل في الوطن العربي كامل كل الساحه نعم كانت الساحه هذه تضج يعني اذا يتفاعلون بشكل كبير لما يكون قائد مثل مم. هذا القائد العظيم مم. المشغول الباني اللي, اللي, عنده ألف مسؤولي مسؤولية مسؤولية يتفضى لشريحة شريحة المجتمع اللي يهتمون بالشعر نعم. والشعراء ويعني وي يضع هذا الإبداع أو هذا الإمكانية للمنافسة أو لإيجاد هذا المحتوى الجميل الجيد وخلق التنافس على ايجاد الحل وناس تشتغل اه ليل ونهار ناس نعم. 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 شغاله فكان كان يشعل وكان الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه والدنا وابونا وباني الوطن مؤسس الدوله كان يحضر بنفسه في المهرجانات نعم. التراثيه وكان نعم. يستمع للشعراء وكان الشاعر محبب انا شفت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد قبل فتره يقول الشاعر عنده الهام يرى ما لا يراه الاخرون صحيح عنده عنده يرى الامور من زاويه اخرى منظوره الخاص. ولدى الشاعر يعني استشراق صحيح في شعره قالوا قصايد عن المستقبل فصارت سبحان فعلاً الله فعلا الشاعر لديه الهام واستشراق. صحيح هذا قادتنا وطبعا يعني كل القاده بشكل عام نعم يعني مهتمين بالثقافه بالموروث نعم صحيح كانت الحقبه الثمانينات زمن جميل كان الخيار الاول والاجمل والاحلى اللي هو هذه الفتره يعني الشعر هذا حقنا اللي سميناها الحقبه الذهبيه ذهبيه ذهبيه نعم تستاهل سيف؟ نعم الديوان سيف اخبار الديوان والله ديوان شاعرنا سيف والله انا <applause> للديوان طال عمرك انا قاعد اختزل قصايدي زيد لاني انا اخترت سباعيات الحارثي عندي قصايد طويله نعم فانا اريد انا اقدم عصاره من من مسيرتي الشعريه للمجتمع او للقارئ بشكل جميل انا اختزل هذا القصائد وقاعد اتعب على اختزال القصيده اكثر من كتابتها عشان اطرح قصائد سباعيات سبع ابيات في كل صفحه ما أزيد عن سبع ابيات قاعد انا اتعب وابذل هذا الجهد وان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله بنطلع سيف من من تاريخ كم تقريبا الانطلاقه الاولى لك كانت والله ما آه آه اذكر كان عندي 13 سنه يمكن 90 91 ما شاء الله عليك وكانت وكا الومضه الجميله في حياتي شعر وفن الله آه من ملحق شعر وفن جميل. آه جميل. آه لما شاء الله. اعطوني مجال واعطوني زاويه الله يعطيهم الصحه اكيد كانت فرحه لا تعوض كانت فرحه لا تعوض ولما صرنا نحن يعني نداوم طبعا في الليل ونتعب ونبذل مجهود ما يعلمه الا الله صحيح زين عشان يطلع هذا الملحق في الاسبوع كامل نسهر عشان لا. نطلع ترضون آه ترضون الشعراء آه والشعراء آه والشاعرات والاعلاميين اللي مشاركين عندكم كان له ولا طعمه ولا نكته وكنا ننسى التعب تماما لما ينزل يوم الاربعاء اكيد اكيد ثمرة الجهد هذا نعم صحيح اليوم نحن صراحه في فرحه يعني عامره وجميله وغمرتنا بكل فرح وبكل سرور تواجدك عندنا في برنامج سمار هل من كلمه تهديها احبتنا ومشاهدينا شعران الكرام في ارجاء المعموره والله نحن نوجه لهم اكبر تحيه على المتابعه ونتمنى دائما يتابعون البرامج هذه حتى لو كانت في قناه مبتدئه الله او الله. حتى في قناه يوتيوب او انستغرام لما يجدون شاعر يجب ان يتعرفون على الشعر صحيح صحيح حلقة. صحيح اذا سعدنا وسرنا بشوفك يا سيف الحارثي شاعر حلقة. هذه الحلقه شاعر برنامج سمار تمنالك التوفيق والنجاح في مسيرة القادمه ودائما من نجاح يتلوه نجاح باذن الله العلي القدير مشاهدي الاعزاء كل الشكر والتقدير لحسن متابعتكم المستمره دائما لبرنامج سمار وتظل شارقه السلطان شارقه العرب في ابداع متميز نامل ونتضرع من الى المولى عز وجل ان نلتقي بكم بلقاءات اخرى وحلقات اخرى الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا وطننا لا يهمك يا وطنا من تحدانا كتب بيده مصيره. اسأل الأمجاد والتاريخ عنا بالمواقف المهمة والكبيرة ما تثنينا الشدايد لو تمنى من تمنى تصبح أحلامها مريرة سيفنا يا كم من عدانا تحنى وصفنا واحد وصفنا واحد وله سمعة وسيرة والزمن يبقى ولو يعصى زمنّا نكتب التاريخ وأوضاعه خطيرة قالها اللي قالها مهوب منا من تخاذل نجعل أيامه مريره ما تسابقنا على حنا وحنا فعلنا ينشاف في وقت الظهيره من تقدم ما تهاون ما تثنى لو يذوق الموت من حد الشطيره ودام ابو خالد على قمة جبلنا له بصر مشرق وله قوه بصيره تخضع العدوان لمنا وصلنا تنحني والذل وتعود كسيره ويا وطنا لا يهمك يا وطنا من تحدانا كتبيده مصيره شاهد الحلقه كامله على تطبيق مرايا